البرمجة على كل شيء، كل شيء كيلعب. دونك تي اوبليجي انت كنادي تكون مهيئ فريق ديالك احسن الظروف، ويكونوا اللاعبين كلهم في نفس المستوى. الوقت اللي كيمشيو لي تيتولير جوج ولا ثلاثه كيترقبوا ولا اربعه، كاينين لاعبين في من نفس المستوى اللي كي اللي يمكن يعوضهم، وكتبقى غادي بنفس الايقاع. الا كاين خلل ما يمكنش تبقى غادي في نفس الايقاع. اما الشامبيونات تعطلنا في الاول، ودات لك وداف لك تخشات والشامبيونات ديال الشان. دونك اضطروا البرمجه انهم يلعبوا كل ثلاث ايام، وبهاد كل ثلاث ايام وما كان ما كنظنش غتخرجهم باش قبل من جوان يكونوا مثالين، لان ملي غتكون شان غتكون واقفه البطوله. لو كان اجتهاد انهم يلعبوا لي موان دو 23 زون ويخليوا البطوله غاديه عاديه كانت تكون احسن، مي هذا قرار خاضوا واتفق عليه لي كلوب كلهم. دونك عطاو لاكور ديالهم لي كلوب، ما علينا الا بزمنا نلعبوا. غير هو المشكل اللي كان عند اسمه، باسكو لو سول كلوب واقيلا من بعد كنظن اللي جا عنده بزاف ديال الاطاب هما اسمه. حنا دابا في 13 ولا 14 واحد، 13 ولا 14 واحد بزاف كثير. تعيا ما يمشيو لك جوج ثلاثه كتعوض، والمقابله الاخرى 14 واحد كثير، واسماء ماشي حتى من هذوك في الدراري اللي معطوبين لنا، كاين واحد سته ولا سبعه اللي دي تيجولير ولا ثمانيه اللي معطوبين. حتى هذوك اللي معطوبين اللي ما كانوش دي تيجولير كنا احتاجيناهم، دابا معطوبين. حتى هذوك لي ريزيرف اللي غتكون حتى هي النص ديالها معطوب. الا حسيت لك انا ما غاديش تشبر البوان دو بريس لو نومبر دو بليسي فولي كونيسي توس، غتمشي بالواحد تتساليهم. مي بزمنا نسيروا هذا الشيء، ما عندك خيار، الله يجيب لي فيها الخير وصافي.